صباح الخير مشاهدينا، لكم صبحية جديدة بتنطلق منتشاركها نحن وياكم مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. عم فكر وعم نبش على شو بدي بلش وكيف بدي احكي وبأي موضوع بدي انطلق. اوقات هيك الافكار بتكون هالقد مشتتة ببالنا وهالقد بنكون ضايعين باللي بدنا نفكر فيه لدرجة انه اوقات ما منلاقي كلام، وهيدا شيء كتير طبيعي. بس دايما بيكون عنا احداث بتصير او ناس بنلتقى فيهم او اخبار بنسمعهم، يمكن بكل هيدا التشتت بيخطونا تلقائيا لمحل تاني. هودي الناس يلي اوقات ما بنكون متوقعين وجودهم بحياتنا، اوقات بتفاصيلهم الصغيرة هن يلي بيعملوا الفرق. وبرغم من كل شيء اوقات صعب بنكون عم نمر فيه، قادرين يمكن برساله، بابتسامه، بكلمه، ببوسه، اوقات بحيالله طريقه انهم يغيروا او يرسموا ابتسامه. فخلينا نركز على هالاشخاص بحياتنا، خلينا نفتش عليهم لان اوقات ما بننتبه لهم لحتى نقدر ننبش على الفرق الصغير يلي موجود بحياتنا. صباح الخير وختام أسبوع على أمل أنه يكون عم يحمل معه الخير. بعرف كتير صعب يلي عم نمر فيه وكل يوم عم نقوله، وهيدا يمكن لسان حال كل واحد منا وكتير بشع وما منستاهله وما منستحقه، بس هو حقيقة للأسف منه حلم وما رح نصحى نلاقي حالنا بمحل تاني. هيدا لبناننا وهيدا واقعنا وهذا يلي بدنا نواجهه، شئنا ما بينا هيدا الطريق يلي مرسومة لألنا وضروري أنه نتخطاها بإيجابية بابتسامة، ونكون دايما متكلين على ربنا لحتى نسلم ونشوف لوين بدنا نوصل وكيف بدنا نوصل لبر الأمان. مشاهدينا أنا وياكم منتشارك تقديم هالحلقة بمواضيعها بتفاصيلها. اليوم مواضيع عديدة رح نحكي من خلالها. البداية رح تكون عن مركز دراسات الوحدة العربية ومهرجان القراءة اللي عم بيصير بشهر تموز. ضيفتنا المديرة العامة لمركز دراسات الوحدة العربية لونا أبو سويرح. متابع أيضا لحتى نكون مع سفير الإقليمي للأمم المتحدة من أجل العمل مايكل حداد، يلي دايما بتخطي لإعاقته بياخذنا بقوة الحياة وإرادة الحياة بكل عمل بيعمله. هو يلي عنده شلل نصفي ولكن إرادة الحياة هالقد قوية عنده لحتى دايما يعطينا الإيجابية ومنه نتعلم. منتابع ايضا لحتى نحكي عن مترو المدينه يلي كمان رح يفتح ابوابه قريبا بسلسله من السهرات والحفلات هيك لترجع شوي النشاطات والحياه تدريجيا لبيروت ولشارع الحمراء. مرجان شتيله نحكي بالتفاصيل معه. ايضا منتابع وضيوفي اندي لبنيز باند جديده بعنوان بوليس فولر، شخصين عندهم هالقد كم من الموهبة إن كان بتأليف الموسيقى، الأغاني، الكتابة والبرفورمنس والغناء أيضا، وشكلوا حالة خاصة مؤخرا من خلال أغنية كاش كاش يلي بيتشاركوها سكارلت سعد وكريستيان بوعني اللي رح يكونوا ضيوفي. بيستحقوا انه نضوي عليهم، ومثل كل المواهب اللبنانية يلي ناطرة فرصة هن كمان بيستحقوا فرصة وبيستحقوا انه نضوي على غنيتهم يلي صارت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي حلقتنا يلي كمان بخلالها رح يكون فيه فقرة مسجلة لشيف نادين أسيس، فقرة مسجلة مسبقا لحتى نتشاركها معكم اليوم ومنكتشف شو بتكون محضرة شيف بخلال هالفقرة. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم، بذكركم التواصل دائما عم بيكون من خلال الفيسبوك بيج، كمان نحن لايف على بيج احلى صباح، كمان فيكم تتابعونا اونلاين واكيد من خلال www.teleliban.com.lb.
ننطلق بلقاءاتنا الحوارية، منروح بهذا المحور لمركز دراسات الوحدة العربية، ومن خلاله أيضا بهالفترة مهرجان مخصص للقراءة منسلط الضوء عليه، على أهميته، على أهمية استمرار الحياة الثقافية بالرغم من كل التحديات يلي أوقات بتشكل أولوية، ولكن للثقافة ضروري أنه يكون في محل وزاوية أولية بحياة كل واحد منا. نحكي عن المركز ومنحكي أكيد عن هالخطوة. بصرنا استضيف معي بالستوديو المديرة العامة لمركز دراسات الوحدة العربية سيدة لونا أبو سويرح. صباح الخير. أهلين، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك لونا. رح انطلق معك بالبداية لحتى نحكي شوي عن مركز دراسات الوحدة العربية، أي متى انطلق وشو الهدف من إقامته؟ مركز دراسات الوحدة العربية في لبنان منذ 1975، يعني له 45 سنة تحتضنه لبنان، ومن لبنان بيعمل من أجل الوطن العربي ونشر الثقافة العربية والفكر العربي في العالم بأجمع. أسسته شخصيات قومية عروبية من جميع أنحاء الوطن العربي، والآن مجلس أمناءه أيضا يجمع شخصيات هامة ووازنة من لبنان ومن الأقطار العربية المختلفة. المركز يعتبر المركز الأكاديمي البحثي الفكري المستقل الوحيد في الوطن العربي. مستقل يعني المركز مسيرته الطويلة هذه لم تدعمه حكومات ولم تدعمه هيئات محددة لأهداف محددة. عمل المركز ينطلق من أهمية نشر الفكر والثقافة العربية، من أهمية تعزيز الوعي العربي، بناء أجيال عربية واعدة تهتم بمنطقتها ونمو منطقتها والتكامل العربي والتعاون العربي. نعم. إذا بدي أحكي شوي عن الدور الفعلي اللي بيتجسد بنشاطات، يلي بيتجسد بكتير من التفاصيل، خليني أقول على مر كل سنوات 45، كيف فينا نلخص هذا الموضوع وفعليا دوره كيف بدأ، كيف تطور، واليوم كيف عم بيواكب كمان كل التحديات اللي عم بمر فيها الوطن العربي؟ صحيح، المركز منذ بدايته انطلق بمجلة شهرية. نعم. اسمها مجلة المستقبل العربي، دخلت الآن عامها 44. لم تنقطع عن الصدور أبدا حتى في ظل ظروف الحروب، الاحتلال في لبنان وغيره، كل هاي السنوات لم تنقطع المجلة عن الصدور، وهي مجلة تهدف لوحدة الوعي العربي. نعم. والمركز أيضا يصدر مجلات متخصصة في العلوم الإنسانية المختلفة، علوم سياسية، علوم اجتماعية، في الاقتصاد، ونشر حتى يومنا هذا أكثر من 1200 كتاب في الفكر، في الثقافة، في السياسة، في الاقتصاد، في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، حول قضية فلسطين، قضايا اجتماعية، قضايا تعليمية. يعني لا يوجد أي خلينا نقول موضوع يهم الوطن العربي إلا وطرحه المركز من أجل إيجاد حلول. يعني يطرح التحديات والأزمات، يحاول وضع رؤى لحلول مستقبلية. المركز كان يمكن من أوائل المراكز البحثية اللي عمل على استشراف المستقبل، عمل على مشاريع استشرافية للمستقبل من 20 سنة ومن 10 سنين عن التغيير في الوطن العربي قبل أن نبدأ في كل ما يسمى بالربيع العربي. يعني المركز استشرف أن التأزم اللي وصلنا إليه أو الأزمات العديدة والتحديات التي نواجهها قد ينتج عنها تغيير بأشكال مختلفة. نعم. ويحاول أيضا معالجة التحديات اللي تواجهنا كوطن عربي كوحدة واحدة. يعني ليس من أهداف المركز مثلا التدخل في تفاصيل دول بعينها، لكن ننظر على التحديات اللي بتجمعنا. في الآخر إحنا تاريخنا مشترك وحاضرنا مشترك. صحيح. ومستقبلنا مشترك طبعا. يعني هذا الارتباط يلي بيجمع كل الوطن العربي. اليوم لونا، من خلال الكتب ونشر هذه الكتب، هذه الخطوة مهمة وخاصة بظل تحديات هالوطن العربي، لأنه دايما التحديات الإقليمية اللي بتخدنا لصراعات، إن كان سياسية، إن كان اقتصادية، مادية، اجتماعية وسواها، بضل في محل ومكان للثقافة. النزاع على إبقاء الثقافة هو أمر مهم، ومن خلال الكتب بظل التحدي التكنولوجي كمان هو أمر أساسي.
صحيح، المركز بالإضافة للكتب أيضا يعقد بشكل دوري حلقات نقاشية، ندوات موسعة طبعا بحسب توفر الموارد لهذه الأنشطة، لكن المركز بيؤمن بأنه المثقف دوره مش فقط في كتابة كتب أو إنتاج المعرفة، لكن المثقف يلعب دور وسيط ما بين المجتمع وما بين القيادات السياسية والحكومية. إذا بدك تصنع تغيير بدك تستمع للمثقفين، بدك تستمع للعلم، بدك يكون في عندك إنتاج معرفي وعلمي مكثف حتى تستطيع أن تنهض بالدولة وبمؤسساتها وبشبابها. للأسف في الوطن العربي أولا إحنا تركيزنا ليس على العلم كعلم، يعني الاستثمار في العلم والبحث العلمي في الوطن العربي الاستثمار الرسمي ضئيل جدا هزيل مقارنة باستثمارنا في مشاريع خدماتية أو في استيراد أسلحة وغيره وغيره، يعني التعليم بيجي آخر شيء. لذلك المركز دوره هو أنه يوفر هاي المعلومات والمعرفة للجميع كلما استطعنا، يتيح الإنتاج المعرفي الكثيف هذا ويوصله زي ما حضرتك تفضلت أنه في أدوات تكنولوجية الآن بدنا نوصل لشريحة جديدة من الشباب، بدنا نوصل لجميع أنحاء الوطن العربي طبعاً. والعالم. فإحنا في ظل الكورونا وأزمة الكورونا وعدم استطاعة الناس أنه تتحصل على الكتب بشكل أسهل، أتحنا جميع أعداد مجلة المستقبل العربي حتى نهاية 2019 مجانا على موقع المركز، متاحة للجميع، يعني في أكثر من 470 عدد متاحين أونلاين، يعني عدد كبير من المواضيع، عدد كبير من الأبواب كمان وتشعب. صحيح. يلي بعرف قد ايه كمان متعلقة ب يعني كل واحد بحس حاله معني بالوطن. صحيح. العربي إذا صحيح. قري يعني بلبنان بفلسطين بكل الأمة العربية. صحيح. يعني اليوم أمام هذه الخطوة كمان منستوقف معكم عند مهرجان القراءة يلي عم بيصير شهر تموز، خبريني شوي عنه أكثر وليه توقفتوا عن القراءة تحديدا؟ في ظل أولا المهرجان هذا حصريا للبنان، لأنه إحنا طبعا لبنان تحتضن المركز ومعاناة لبنان إحنا حاسين فيها ونعاني منها أيضا في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر فيها لبنان وكل المقيمين على أرض لبنان، الغلاء الفاحش، التضخم، كل القيود اللي بيعيشها المجتمع وأفراده، فكرنا بأنه أولا نتيح، يعني ما إحنا مش مركز تجاري ولا يبغى للربح، يعني هدفنا ليس الربح، أن نتيح إصداراتنا للجميع بسعر الرسمي للدولار، هي مسعرة دائما كتبنا بالدولار لأنه إحنا بنوزعها في جميع أنحاء العالم. و كان يعني يلفت نظري انه لما حد بيتصل من مثلا من البقاع، من طرابلس، من بيروت، انتوا بتعاملوا الدولار على كام؟ لانه هذا اصبح السؤال اليوم، طبعا هذا السؤال الهم اليوم للاسف. الدولار على قديش؟ فقررنا انه نعلن للجميع كتبنا اللي هي صادره يعني في 42 عام او 44 عام حتى 2018 وهي احنا اصدرناها باسعار العادية الطبيعية طبعاً. هذه متاحة، يعني صرف الدولار على 1500. احنا دائما عندنا للتلاميذ والباحثين والأساتذة الجامعات خصم 20%، للإعلاميين أيضا في خصم حتى يتاح لهم الاطلاع على الإصدارات الجديدة. والآن نفكر في أنه كمان نمدده لشهر أغسطس، وهذه مش أول مبادرة. في أول العام في 2020 لما طبعا تعرف أنه معرض بيروت للكتاب في نهاية 2019 تم تأجيله صحيح لشباط 2020. صحيح. فقمنا بمبادرة الدولار بألف كمان، إنه اللي ما قدر يجي على المعرض وما في معرض كتاب تفضلوا الكتب متاحة لكم. من يومين تم إبلاغنا إنه معرض بيروت للكتاب 2020 تم إلغاءه أيضا. صحيح. للأسف. فأنت بتحرم القراء في لبنان من الإصدارات العظيمة والثرية، مش لمركزنا بس، لجميع الناشرين طبعاً في لبنان طبعاً. يعني لبنان هي بلد النشر في الوطن العربي، هي بلد النشر وهي أهم إصدارات الكتب وأهم المؤلفين وأهم الباحثين بيكون لهم معرض بيروت للكتاب. هذا مهرجان الثقافة. يعني للأسف أنه تكون الثقافة بلبنان عم تدفع فاتورة صغر السياسة وهالقلة يعني المعرفة اللي موجودة هناك مقابلة لبنان الثقافة، لبنان المنفتح، أكيد لبنان أكيد. الكتاب والقراءة و
كل ما هنالك من اشياء حلوه. حريه، حريه الفكر والانتاج في لبنان طبعاً. مش متاحه في اي مكان اخر في العالم العربي، لكن الظروف الخانقه هذه بتخلي فعلا يعني مجال النشر او الناشرين بشكل عام من اكثر المتضررين. صحيح. للاسف. اليوم بس نحكي عن هالخطوه، مهرجان القراءه من خلال اتاحه الكتب هي متوافره بالمركز عندكم. خبريني شوي عن الهيكليه للاشخاص المهتمين، شو لازم يعملوا؟ احنا المركز لديه مكتبه للباحثين فيها أكثر من 30,000 كتاب، هذه للاستعارة أو القراءة. نعم. وهذه ليست فقط إصدارات المركز. وين مركزها؟ المركز إحنا مركز دراسات الوحدة العربية في الحمرة، بشارع البصرة في الحمرة، كل المعلومات متوفرة على موقعنا. هذه المركز المكتبة متاحة للباحثين. وهناك أيضا مكتبة المركز لبيع إصداراته مباشرة. نعم. وصفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وغيره، المتابعين بيقدروا يوصلوا لجميع التفاصيل بسهولة. وأيضا هذا المهرجان سنضيء على بعض الكتب من خلال حوارات أونلاين مع بعض المؤلفين الغير متواجدين في لبنان، سنتيح لهم فرصة الحديث عن كتبهم للجمهور اللبناني أيضا. أدي مهم هذا التواصل بين الجمهور والكاتب، وخاصة بظل اليوم يعني كمان تكونوا عم بتوصفوا هذا التباعد الاجتماعي لمصلحة. صحيح. هذا الأمر. أدي هي الشغلة مهمة، وأدي هذا التواصل والأسئلة والأخذ والعطاء والرد هو جزء أساسي من. صحيح. خلال يعني إيصال مضمون الكتاب. صحيح، لأنه كمان الكورونا زي ما هي أزمة كانت فرصة إنه نعيد التفكير في أدواتنا. صحيح. وطريقة التواصل، لأن إحنا بنعمل مع باحثين وكتاب في جميع أنحاء العالم. نعم. كنا محصورين دائما في الندوات او في الحلقات النقاشيه او في مجال عرض الكتب، انه نتواصل مع الكتاب اللي بنقدر يا نجيبهم على لبنان يا بيكونوا متواجدين في لبنان. اما الان في العالم الافتراضي هذا والتكنولوجيا المتاحه، كل واحد مزروب ببيته، ما مزروبين في بيتنا، لكن بنقدر نتواصل مع باحث او استاذ في لندن او طبعاً. استاذ في كندا او في في اي مكان في العالم، الامارات، الجزائر، في اي مكان، فبنقدر نتواصل معهم اونلاين. وبالتالي أعتقد هذه فرصة كمان لنوصل لشريحة جديدة من القراء والمتابعين، ويوصل فكر الكتاب هذول لكل أفراد مجتمعنا ليستفيدوا منه. نعم. اليوم إذا بدي أتوجه من خلال هذه الخطوات، من خلال عمل المركز، إلى مشهد المثقف العربي اليوم يلي كمان تختلف الصورة مع الجيل الجديد، تختلف الصورة كمان مع رحيل الكثير من العباقرة الفلاسفة. صح. الكتاب يلي أسماءهم رنانة اليوم، يمكن صار حيالله حدا عنده تليفون بإيده قادر يكتب وقادر يوصل. صحيح. لكل. صحيح. الناس، وللأسف صار مين ما كان عم يكتب، أكيد كل واحد بحق له فرصة، ولكن كمان ما في مراقبة، ما في مراقبة ذاتية. صحيح. حتى قدي مشهد المثقف العربي اليوم مشتت خليني أقول، وكيف بتقروه من خلال مركزكم؟ المثقف العربي تواجه تحديات يمكن مش ملحوظة كثير، تحديات ليست فقط في الإنتاج أو في الأفكار أو غيره، لكن المثقف العربي اللي قلنا بيلعب دور وسيط بين المجتمع والحكومة غالبا يواجه قمع من حكوماته أو من مؤسسات الدولة، يواجه تهميش إذا لم يكن يمثل صوت السلطة فيصبح هو مهمشا، يواجه إحباط من المجتمع اللي ما بيقدر أفكاره أو ما بيقدر إنتاجه العلمي. وزي ما انت ذكرت انه في الان انتاج الكتروني، عندك باندورا بوكس يعني في الانترنت، كل ما مين ما بده يكتب بيكتب، مين ما بده ينشر بينشر وغيره، غير انه كمان في مؤسسات للاسف تدفع لمقالات معينة، تدفع لإصدارات معينة لأنها موجهة. نعم. لخدمة أهداف معينة. صحيح. من جهتنا إحنا المركز مثلا معروف عنه أنه لا يدفع أموال لأحد، أوكي، ولا يتلقى من أحد أموال مقابل النشر، فإحنا نشر المقالات والدراسات. بعض الكتاب أحيانا تدعم إصدارات كتبها، أنه بتدعم شراء الورق أو تكلفة الطباعة أو غيره كجزء من الدعم لمؤسستهم اللي هو. صح. مركز دراسات الوحدة العربية. بنحاول إحنا عنا خلينا نقول التقييم لكل الإصدارات، تقييم أكاديمي من داخل المركز ومن خارجه، فبنحاول دائما الموضوعية في التقييم والنوعية فيما نصدر، لأنه إحنا في الآخر زي ما قلت لك، لا إحنا ما بنقدم روايات، ما بنقدم سلعة، إحنا بنقدم ثقافة وفكر. طبعا.
هذا يلي بيبقى متميز ويلي لمع بخلال كل سنوات عمل المركز. اليوم الابحاث ودراسات الصادره عن المركز كمان هل هي مستمره؟ كيف عم بيتم المتابعه ان كان من مركز بيروت او كمان ما بعرف اذا في مراكز منبثقه خارج يعني العاصمه اللبنانيه؟ لا، احنا مقرنا في بيروت، نتعامل مع شبكه واسعه من الباحثين والاكاديميين واساتذه الجامعات في جميع انحاء الوطن العربي، لكن ما لا يوجد لنا مقر في يعني دولة المقر الاساسي. كل شيء منبثق من بيروت. مزبوط. من لبنان الابحاث والدراسات مستمره، لكن الموارد محدوده جدا. فهي السنه مختلفه عن السنوات السابقه بشكل كبير، لانه مواردنا اصبحت محدوده. معرض الكتاب مش بس الغي في بيروت، الغي في كل الوطن العربي، يعني من اول اذار حتى اليوم لا يوجد معارض. وابلغنا من يومين انه ايضا معرض عمان للكتاب ومعرض الكويت للكتاب ومعرض بيروت ألغيو في 2020، وهذا طبعا حيسبب أزمة. طبعا يعني للأسف هالسنة نسفت كل طبعاً المخططات طبعاً على كافة الأصعدة. طبعا طبعا فقلصنا الإنتاج، لكن الآن تركيزنا على النوعية وتركيزنا على كمان إتاحة المنتجات هذه المعرفية والثقافية لأكبر شريحة ممكنة في الوطن العربي. نعم. اليوم هل من تحضيرات جديدة بإطار عمل المركز؟ هل من يعني بعرف كثير صعب الواحد يفكر بمخطط لأنه ما حدا عارف لوين صحيح واصلين، يعني إن كان تحديدا بلبنان مع هالأزمة البشعة اللي عم نمر فيها، وكمان على الصعيد العالمي يعني مع الحديث عن موجة ثانية لكورونا. صحيح. مع الحديث عن كل هيدا التغير يلي عم يشهده العالم. هل من جديد؟ احنا كمان نواكب ما يحدث في العالم، فالمركز بيصدر كل فترة ضمن مجلة المستقبل العربي ملفات متخصصة. نعم. الآن نعمل على ملف متخصص حول الكورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا في الوطن العربي، فحيكون في ملفات بدراسات متخصصة تنشر في هذا المجال. من شهرين كان عندنا أيضا ملف حول الحصار الاقتصادي أو ما نسميه حروب الخنق، وكان على ثلاث أعداد متوالية دراسات معمقة، مش بس الحصار الاقتصادي خلينا نقول في سوريا، لكن في جميع أنحاء الوطن العربي وتبعاتها طبعاً السياسية والاجتماعية. والآن ملف الكورونا وكل القضايا، يعني أهم يمكن أحد المشاريع اللي بنفكر فيها قريبا أيضا هو البحث في عقد اجتماعي عربي جديد في ظل المتغيرات في الوطن العربي. نعم. شكرا لونا أبو سويرح المديرة العام لمركز دراسات الوحدة العربية لحضورك معنا، يعطيكم ألف عافية. شكراً. أنت وكل طاقم العمل، إن شاء الله دائما نلتقى لحتى ناخذ هذه جرعة الأمل وجرعة الثقافة اللي بحاجة لإلا وطننا العربي. أكيد. بهيدي المرحلة شكرا لحضرتك. أكيد. شكرا لك كثير على السلامة. أهلا وسهلا. أهلين. خليك مرتاحة. مشاهدينا نحن وياكم متابع بصبحيتنا، أكيد بدعيكم تابعونا بعد الفاصل. كلنا على السوشيال ميديا اسمعنا معنا ببوليس بولر اندي لابنيز باند بجننوا اميزنج، رح نحكي معهم هن معي بالاستوديو هون. كاش كاش سينجل يلي كمان على يوتيوب عم ياخذ كثير من الفيوز على انستغرام. رح نحكي عن هالفرصه كمان يلي شباب اللبناني بحاجه لها لحتى يظهر مواهبه، والاغنيه اللي كمان بتشبه وقعنا بمكان ما. كل هيدي التفاصيل بعد البريك. نو زابينج، خليكم معنا. متابع مشاهدينا بصبحيتنا نحن وياكم، نذكركم تواصل دائما من خلال السوشيال ميديا واللايف على فيسبوك على احلى صباح بيج، واكيد التواصل من خلال www.telelibon.com.lb. متابع بلقاءاتنا بس نحكي عن لبنان الثقافة، كمان بنحكي عن جانب فني بياخذ طابع انترناشونال، لانه هالقد في عندنا تالنتس بلبنان، وخاصه مع ثقافتنا انه بنحكي ثلاث لغات بلبنان قادرين نوصل لوين ما كان. بس للاسف ما فينا نحلم، ما فينا نحقق، بس في عنا سوشيال ميديا، في عنا إرادة الحياة اللي دايما بنختارها، وفي عنا هذا العناد انه اي بالرغم من كل شيء بشع عم بتحطونا فيه حوالينا ما أنا زبطة معكم، نحن رح نوصل لوين ما بدنا. وهيك نيو اندي لابنيز باند بوليس فولور قدروا يخترقوا بفترة كتير قصيرة على سوشيال ميديا
ومن خلال كمان أول أغنية وأول عمل بإطار بوليس فولور، لأنه لما نحكي عنهم على صعيد الشخصي بنكون عم نحكي عن كل واحد عنده باك جراوند موسيقي مشبع، إن كان بالثقافة إن كان بالدراسة إن كان بالعمل، وجمعوا كل هالخبرات سوا لحتى يعملوا شيء حلو. قديش طقنا أنه نشوف شيء حلو يلي هو كاش كاش يلي رح نحكي بكل تفاصيلها. ميوزيشنز وكومبوزيتور ومؤلفين بتجمعهم كمان صداقة كتير حلوة، وقدروا يترجموها من خلال هالعمل. بصرنا كتير ان استضيف معي بالستوديو سكارلت سعد. صباح الخير. بونجور، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. كما انه بصرنا استضيف كريستيان بوعني كمان. بونجور كريستيان. هلو، اهلا وسهلا فيك. ليديز فيرست، رح ابدا مع سكارلت بالبداية. اول شيء الف مبروك ان كان بوليس فولور او كشكاش، رح نحكي بكل الديتيلز. رح ابدا سكارلت من بوليس فولور، يعني كيف لحتى وصلتوا لهيدي الايدنتيتي ووصلتوا لحتى تبلشوا هالاندي نيو لابنيز باند؟ هلا انا وكريس صار لنا فتره بنشتغل مع بعض بمجال الفن والموسيقى، وبسبب انه اللوك داون مع الكورونا فجاه صار عندنا الوقت لنقدر نعمل شيء لنا، فاستفدنا اذا بدك من الوقت لنبلش بفرقه بوليس فولور. وكان اول سنجل يعني اشتغلنا عليه هو كاش كاش، ف من ورا الزربه اذا بدك والحاجه انه نخلق شيء، فطلعنا بهيدي الفكره وبهذا الكونسبت. ديفنتلي. على كل حال يعني منيح اللي طلعتوا بهالفكره لحتى يوقف تيك توك ات واز فيز اتعامل شيء مفيد بالعكس. انا الفيدباك وصل لي انه كثير سليت العالم. They were so funny. They were so funny. بتعرف رايي بهذا الموضوع، بس كمان لانه هالقد ما نحب استعمل موسيقى كريستيان. بس نحكي عن اليوم لابنيز اندي باند، كيف فينا نعرف بوليس فولور بالايدنتيتي تبعها، لانه ما بتشبه شيء ثاني موجود على الساحه الفنيه. اوكي، بوليس فولور هي الفكرة الباند، نقدر نخلق موسيقى بتشبهنا. سينس انا وسكارلت عندنا باك جراوند، كنا اغلبيه الموسيقى اللي بنلعبها كانت انترناشونال، ما كنا فوكس بعد على الموسيقى الشرقيه. ففكره بوليس فولور هي اتس ميكس اوف كيف بدنا نخلق موسيقى لبنانيه جديده بتشبهنا وبتشبه شوي جنريشن نحن فيها، تكون ميكس بين الليركس يكونوا لبنانيه، نخلق ساوند جديد لهالموسيقى اللي نحن وير انفلونسد باي، ونقدر نخلق شيء بيشبهنا. سو فيها جو مودرن اللي هو بال الطريقة اللي عم نوزع فيها الموسيقى والبرودكشن على تسلمو سكارلت، مع الثيمز اللي عم نحكي فيها بالأغاني اللي هن أغلبية الأوقات قصص بتشبهنا وقصص يمكن بعد ما كتير نحكى عنها. فهو هيدا الهدف تبع بوليس فولور. نعم. سكارلت اليوم بس نحكي عن نوع الموسيقى والدمج كمان، خاصة أنتم جايين من باك جراوند كمان عندكم اطلاع على الموسيقى الانترناشونال كمان بكل تفاصيلها، بس جيتوا لحتى تشتغلوا أول سينجل، الفكرة كيف بلشت مع كاش كاش؟ يعني الكلام بلش قبل الفكرة بحد ذاتها، الموسيقى انوضعت، يعني من وين طلقتوا فيها؟ بلشنا أول شيء بآلة واحدة، يعني بلوب واحد. إذا بنلاحظ كاش كاش هي كلها مبنية تقريبا على شيء عم بيعيد يلي هو البيانو، وصرنا نبني على هيدا الأساس. بعدين طلع كريستيان بفكرة الغنية الليركس، وهي بلشت على أساس إنه قصة بين مس كوميونيكيشن بين كابل، يعني وقصة كتير بسيطة يعني، وفجأة بعدين صرنا نطورها، ومن ورا هيدا الوضع الحالي كمان طورنا الميوزك فيديو بعد أكتر. ولعبنا على كلمة كاش كاش. كاش يعني هون فاتت لعبة الدولار، خليني أقول الوضع الاقتصادي يلي كمان هو همنا الحالي، يعني هم كل شخص. كريستيان، قد ايه الموسيقى اليوم يلي عم تحكي عنها عم ننبش على موسيقى بتشبهنا نحن؟ لانه كمان عم نطلع حوالينا بنلاقي اكيد في النجوم التراديشنال يلي معودين عليهم بغنوا شرقي ويلي موجودين حاضرين لبنانيا وعربيا، بس اليوم كمان في جنريشن كثير كبيره عم تطلع شوي في موسيقى ما بتشبهها، بس بنفس الوقت لازم يكون في موسيقى بتحافظ على القيم، خليني اقول الموسيقيه، وبتحافظ على انه نكون عم نقدم ماده مرتبه كمان. هذا هيدا الشغله كانت جزء اساسي من عملكم، خليني اقول 100%. نحن وقت قررنا نبلش او شي استنى زمان كثير بنقول بدنا نعمل هالشيء، فاجت فتره اللوك داون هي كانت بمثابه انه
ناو از ذا تايم نعمل شيء نحن بدنا نعمله. والفكره انه الصعوبه اللي كانت شوي انه ما عم نرتكز على شيء اوريدي موجود او على انه باترن موجود قدامنا عم نتبعه. عندنا ديفرنت انفلونسرز، في كثير ناس مأثرين فيها نحن بالاور كاريرز، وقلنا انه ناو از ذا تايم نخلق شيء بلا ما حتى انه كانت فور ذا جوي اوف ات، ما كانت حتى لسبب كوميرشال، ما كانت لسبب انه بدنا نعمل شيء للناس تحبه، كان السبب او شيء نحن ننبسط فيه. اند ذن انه اي ثينك انه هيدا اهم شيء، اذا نحن كنا مبسوطين فيه اكيد العالم كانوا ايدنتيفاي، لانه هالقد كان جنون وهالقد حقيقي. قبل ما احكي بالتفاصيل احكي عن التصوير، انت كمان كونك كمخرج مرزا انت يو دايركتد ميوزك صح، انا وسكارلت انت وسكارلت، سو رح احكي كمان بهيدا الموضوع لانه العمل كله من امضاءكم انتم. رح روح لكواليس العمل قبل ما نشوف الميوزك فيديو ونشاركه مع المشاهدين يلي كمان على السوشيال ميديا اخذ ضجه كثير حلوه. رح نشوف الميكينج اوف تبع كاش كاش وبنرجع بنتابع حوارنا. اجد كاش كاش مع سكارلت سعد وكريستيان بعني، ميوزك فيديو روعه 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 بجنن بكل تفاصيله. كريستيان قد ايه هذا العمل بلش؟ ما بعرف اذا في اغاني ثانيه جاهزه او عم تبلشوا تفكروا واتس نيكست. في اغاني جاهزه، يعني احنا بفتره اللوك داون قدرنا نكبس منيح بالتاليف الاغاني. خليتنا بالتيك توك وعم تحضر هول الاشياء. انا هيك اندر، ما بحب اعلن عن اوراقي غير معك شادي. حسيت لا عنا صار شيء 10 اغاني نحن تقريبا ريدي. فهلا وير بلانينج ذا نيكست ريليسز، يعني حنكون حنكمل بزيت سكارلت. البلان راح يكون سينجل افري يعني بكل فتره او كيف؟ افري مانث اند هاف يعني قد ما نلحق، بس انه في مينيموم شيء 3 سينجلز بدهم ينزلوا قبل الالبوم، هيدا البلان يعني. يعني من هلا لاخر السنه مفترض ينزل تقريبا. كمان راح يتصوروا؟ ايه مفترض نمشي بزيت السيستم. كل شيء بدنا نعطي فيجوال، نعطي عالم معين قدر رح نشوف هيل ايدنتيتي. يعني بس نحكي بوليس فولار رح نصير دغري تلقائيا نفكر شوي بهيدا الاتجاه. خليني اقول سكارلت اذا بدك، بس مع انه كل غنيه رح تختلف بالكونتنت بالمعنى، بس انه في رح يضل في هيدا الشعور، في هالروح يلي اكيد شوي دارك هيومر شوي بوب اوف كولرز شوي سوريال، يعني عم نضل بهال اكزاكتلي exactly. اكيد ديفنتلي مش بالضروره يعني نفس كوبي عن كشكش، بس اكيد هيدا الايدنتيتي يلي صح. ما بعرف فيها شيء هيك بخلينا نتعلق فيها، بتشبهنا بتشبه كثير من الجنريشن تبعنا. في بلان للنكست سونج ديت تقريبا او لا بعد؟ هلا عم نتشاور شو الغنية اللي لازم عم ننقي شو هم ايه. فهلا بعمل فترة تشاور، مفترض شهر الجاي الأراد بكون اميزنج. وفي شيء تحضيرات تانية على صعيد شخصي كريستيان؟ على الصعيد الشخصي حاليا بوليس فولير اول ذا تايم هلا اكثر، اتس ماي اونلي هلا هيدا، وتيك توك يمكن لا تيك توك ما بفتح ارجع قريبا. سكارلت في شيء بلانز لإلي؟ هلا كمان هيك كل الفوكس على بوليس فولير للوقت الحالي. على الحال موفقين بكل شيء بتعملوه، وير سو براود اوف يو. ثانك يو، اي لاف يو انا شخصيا وكل الناس اللي حضروا اكيد حبوا. اكيد فيهم يتابعوكم على بوليس فولار على انستغرام، فولو ذا بيج، اعملوا لايك لانه بعد في كثير اشياء جايه، واكيد على الاكونت تبعكم يوتيوب شانل كمان صح، كمان على ريد بوث اللي هي الليبل تبع سكارلت، ريد بوث ستوديوز. اميزنج، بتمنى لكم كل التوفيق. ثانك يو لانه كنتوا ضيوف اليوم باحلى صباح. كريستيان ابو عني موفق بكل شيء بتعمله، سكارلت سعد كمان، وهاف ا جود ويكند. ما رح اقول جريت لانه نو ونز هافينج جريت تايم هلا، فهاف ا جود ويكند وانتبهوا على حالكم ان شاء الله. اهلا وسهلا مشاهدينا، نحن وياكم متابع بعد الفاصل. يعني مزبوط كلنا داون، مزبوط كلنا عم نمرق بفتره كثير بشعه، بس ما بعرف هو يلي تخطى الاعاقه، هو يلي دائما ايجابي التعامل مع كل شيء، هو يلي عنده طاقة ما بعرف من وين بيجيبها قادر هو يخفف عنا ويقلنا لا إرادة الحياة أهم من كل شيء تاني، وما بيبخل إنه ذكرنا بهذا الموضوع إن كان على سوشيال ميديا وإن كان إذا كان ضيفنا بالستوديو. The one and only مايكل حداد بعد البريك. نو زابينج، خليكن معنا.
مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان وأكيد على لايف ستريمينج على الفيسبوك بيج. لما نحكي عنه بنكون عم نحكي عن شخص استثنائي بعمله بحضوره بكل ألقاب يلي أخذها ويلي كمان بيمثل من خلال الأمم المتحدة. هو سفير الإقليمي للأمم المتحدة من أجل العمل المناخي وأيضا هالإعاقة الجسدية اللي أبدا ما شكلت عائق إنما كانت حافز لاختيار الحياة دائما. والحياة بس نحكي عنها بنكون عم نحكي عن البيئة لأنه هي مصدر أساسي لحتى نضل مستمرين نكون عم نتنفس. صاحب ثلاث أرقام قياسية عالمية بالمشي وتسلق وسط ظروف مناخية قاسية جدا. اليوم بس نحكي عنه ومعه منه بناخد القوة ومنه بناخد الهم لحتى نستمر بالرغم من كل الضغوطات. اليوم نحكي كمان بفترة كورونا بظل التحديات البيئية خليني أقول يلي عم يشهدها العالم كله. هو خير سفير مع الأمم المتحدة لحتى نطلع أكثر للمناخ. السفير الإقليمي للأمم المتحدة من أجل العمل المناخي مايكل حداد، صباح الخير. بونجور شادي، أهلا وسهلا حبيبي، كيف دايما متعة اللقاء معك، أهلا وسهلا فيك. بداية مايكل، يعني مع كل يلي مرينا فيه وعم نمر فيه بلبنان ومع كورونا، قد ايه هيدي الفترة كتار أحبطوا خليني أقول، كيف أنت بتقرأ هيدي المرحلة؟ شادي، طريقة جديدة للتفكير. يعني أول شغلة عنا بروف اليوم إنه نحنا كلنا متصلين we are all connected، كلنا نحنا متصلين ببعضنا. صحيح. من أول الكرة الأرضية لآخر الكرة الأرضية، لو شو ما عملنا ولو شو ما حطينا حواجز ولو شو ما حطينا حيطان، تبرهنت إنه بأول epidemic أو بأول تحدي واجهته الإنسانية هلا كلنا تأثرنا. سو أول شغلة بدي أحكيها إنه ما في شيء اسمه حواجز، نحنا كلنا متصلين ببعض وبين بعض، سواء حبينا أو سواء ما حبينا. أوكي. بنفس الشغلة نحنا كمجتمع، نحنا كبشر مجبورين نطلع لقدام ونتحرك لقدام، لأن إذا اليوم ما تحركنا لقدام وعملنا خطوات إيجابية، عم بحكي كناس موجودين هلأ بلبنان وكناس موجودين هلأ بالعالم، إذا اليوم ما اتحدنا وحربنا سوا ما رح نتخطى هالعوائق كلها. أول شغلة بتبلش بالكوفيد 19، قديش هذا البانديميك أثر على كل العالم. وتاني شغلة بدك تبلش نتطلع بلبنان وبالمجتمع اللبناني والشي اللي نحن عم نشوفه بلبنان، ظروف كتير صعبة، ظروف كتير منا بيشوفوها أنه شبه مستحيلة، بس at the end of the day بآخر النهار بدنا نحط إيدينا ببعضنا، بدنا نطلع على حالنا، بدنا نعترف بالأغلاط اللي احنا عاملينا، وبدنا نقول بدنا نتعلم من أغلاطنا، بدنا نصلح وبدنا نمشي لقدام. صحيح مايكل، هيدي الإيجابية يلي تعملت معها إن كان بفترة مرضك إن كان بالإعاقة اللي حولتها لنعمة ولقوة ولخيار بالحياة دايما، من وين بتستمد هيدا الطاقة؟ أدي هيدا شيء بكلفك مجهود بس بنفس الوقت صار تلقائي لأنه هيدا لمعة بعيونك دغري بتخدنا لهالمكان. ليك شادي، بدي أقول لك شغلة، وأنا أوقاتاً بتطلع بقول أنه عن جد لبنان عطاني القوة. بحياتي أنا من بعد ما عملت حادث الجاتسكي كنت قدام خيارين، يا بدي استسلم للواقع اللي أنا فيه اللي هو الشلل من الصدر ونازل نتيجة هيدا الجاتسكي، يا أما بدي لاقي طريقة وبهالطريقة جسدها لهذه الطريقة to move forward، تأمشي خطوة لقدام قد ما كانت صغيرة هذه الخطوة. وبحياتي تعلمت انه هالخطوات الصغيرة اللي عملتها وقت تجمعهم مع بعضهم بيعملوا خطوات كبيرة وبتصير الشغلة مثل اذا بدك سايكل، مثل ديمونة دايما 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 لقدام. سو اكتشفت شغلة شادي، انه بده يكون عندك ايمان وبده يكون عندك ارادة، بدك تأمن بحالك وبالمجتمع اللي حواليك وبهويتك. الشيء اللي انا مشيت كرماله شادي، انا مشيت كرمال برهن ثلاث شغلات بالارقام القياسية، مش تقول انه مايكل حداد بطل وقوي كتير، انا مشيت تقول انه الاعاقة هي نفسية تفكير. اذا الانسان مزبوط ايمن بحاله في يكسر حاجز المستحيل ويتخطاه. طبعا. تاني شغلة، حملت ارزة ومشيت فيها 60,000 خطوة 19 كيلومتر من ارز بشار لارز تنورين، حامل هالارزة تقول
انه هويتنا اللبنانية بال 2015 بخطر، ونحن اليوم لازم نطلع على هويتنا ولازم نطلع على لبنان الاخضر، لان اذا نحن خسرنا بيئتنا خسرنا طبيعتنا. وهون بنرجع عم نحكي اذا بدك نحن وياك بالشق الثاني عن الكوفيد 19 اكيد رح احكي تلقائيا بالتغير المناخي، انه اليوم اذا ما طلعنا نحن على المناخ، اذا ما تبلشنا نطلع على الطاقة المستدامة، اذا ضلينا بسياسة انه كول وكب استهلك وما تطلع وراك وأذي الطبيعة، عم تأذي كل شيء، عم تأذي حالك، عم تأذي الطبيعة. اليوم شادي السمك عم يأكل بلاستيك، اليوم شادي عندك خطر. يعني أوكي كلنا واجهنا الكوفيد 19 كلنا خفنا، بس وات إف، وهون كلام الأمين العام للأمم المتحدة مستر غوتيريس وتقال إنه وات إف ذا إيرث رح ترجم reaches the point of no return when it comes to climate change. يعني وات يعني ماذا لو الأرض تصل إلى نقطة اللا عودة؟ وهيدا شغلة خطرة جدا. يعني تخبينا من الكوفيد 19 ببيوتنا، بس إذا فلتت منا الحرارة الأرض وفلتت منا الطبيعة المناخية وبلشنا نشوف الخربطات اللي صار لها نتيجة 400 و300 و200 سنة استهلاك طبعاً. عم تتراكم. شو رح يكون حلنا؟ رح أحكي عن هذا الموضوع، وخاصة اليوم بس نحكي عن صور الأقمار الاصطناعية اللي أظهرت أنه فترة العزل الصارم لمنطقة ووهان اللي تعتبر من أبرز البؤر الصناعية والتجارية والاقتصادية بالصين. هالشيء ترافق مع انحسار بتلوث الغلاف الجوي فوقها، وتبددت من خلاله كتل من الهواء بمناطق واسعة بالصين. وهون النشاط البيئي بيخدنا أكثر لا سؤال، مرتبط يعني ما بين الكوفيد 19 الفترة يلي ألغت الحياة خليني أقول وشلتها بمكانة، كيف التأثير على الطبيعة وعلى البيئة والعمل المناخي كيف تأثر بهيدي الفترة مايكل؟ ليك شادي ولكل المستمعين اليوم العمي، أنا I'm not a positive I'm not a negative person، ما بحكي بقصص نيجاتيف، بس رح أعطيك تيتر وبهالأساس جاوب سؤالك. القصة هي بنفسية تفكيرنا والطريقة الوحيدة اللي ما نخلص حالنا فيها بتبلش وقتا نحن نغير نمط حياتنا ونعلم الجيل القادم. كوفيد 19 ما نظف الأرض، ليش؟ لأن CO2 emissions وقت عم تطلع وعم تعلق بالغلاف الجوي ما تتبخر للسبيس، ما بتروح على الأوتر سبيس. على مدى 200 و300 سنة كل هدول السي او 2 والجرين هاوس افكتس اللي عم تطلع ان احنا اللي عم نعملها من وراء الحريق للبترول والفوسيل فيولز اللي عم نعمله، عم بعطيك اكزامبل صغير طبعا، عم يعلق بالارض. هيدا ما فيك تشيله من الارض وما بيطلع من الارض الا بمئات السنين، يعني هو عم ينحصر بالغلاف الجوي ما عم يفل. حتى لو هلا على المدى القصير وقفت الحركه، شفنا قدين احنا كل يوم عم ننفس بوليوشن للارض، بس الاميشنز الدجا نحن عم نبعثها على فترة 200 سنة ولقدام هي عم تعلق بالأرض. شغلي تاني الخوف اللي هو كتير كبير، انه السياسات تبع الانفايرمنت والجرين خاصة من 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 الباريس اجريمنت وان سو اون عم تخف. ليش؟ لان العالم هلأ مركز على الايكونوميك ريكافري، عم يقول معلش خلينا نحط على جنب السياسات الخضرة ونبلش نحن نقوم اقتصاداتنا، والعمل اللي صار من 5 و10 سنين خلينا نحطه اون هولد شوي. ده هذا الموضوع يلي فصل شوي وكب الاهتمامات على السياسات الخضراء، خليني اقول، وتركنا السياسات الخضراء الطبيعيه. اليوم كيف هذا تاثير، وكيف اليوم كمان منظمه يعني ان كان منظمه الصحه العالميه اللي عم ترجع تناشد كمان بالاهتمام بهالموضوع، واليوم كمان الامم المتحده يلي عم تصب مجهود كتير كبير لحتى ترجع للخطط يلي كانت وضعتها قبل. اليوم شو المخطط امام هيدا الموضوع؟ ليك انا بدي احكيك عن الجهه الامميه اللي انا بمثلها اللي هي اليو ان دي بي او برنامج الامم المتحده الانمائي. من فتره صغيره طلعوا البوليسي اللي بده يمشوا عليها تو ميت 2030 اللي هي جوينج بيوند ريكفري وجوينج بيوند يعني جوينج بيوند ريكفري، وعم يطلعوا كيف نحن فينا نصلح اقتصادات العالم
على using four main pillars: the green recovery, the governance, sorry, social نسية بالضبط بس social rebounding. خلينا نقول social rebounding خلصت فيها. social rebounding كيف نحن بدنا نعمل ال economic recovery based on a green recovery, محترمين حقوق الإنسان, عم نشتغل مع الدول, وزادوا شغلة رابعة اللي هي الأساس, نشتغل على الكونكتد كوميونيتي, يعني على الانترنت والسوشيال ميديا والاونلاين جوفرنس, كرمال نساعد هالمجتمعات تعمل هال ريكفري كويكلي. يعني اليوم برنامج الامم المتحده, وسون رح نسمع فيها وورلد وايد, عم تقود كل اجهزه اليو ان كرمال هيدي السوشيال ريكفري, هيدي الكوفيد 19 ريكفري. نعم. سو to that end هون الشغل اللي عم هذا سير. الشغل يلي بيتظهر كمان يعني اليوم كونك مايكل حضرتك السفير الاقليمي للامم المتحده, قد هذا الشيء بيلقى عليك كمان مسؤوليه شخصيه ومسؤوليه كمان بمشاركه الامم المتحده بمشروعهم, وانك تكون هذا الصوت الصارخ بهيدي الفتره يلي هي تحدي كثير كبير بحد ذاتها وخاصه بلبنان كمان. ليك بدي اقول لك شغله كثير مهمه شادي ولكل اللي عم يحضرونا اليوم. وي هاف تو ستاند يونايتد, بدنا نوقف متحدين كرمال نخلص حالنا ونخلص العالم. وللبنان لازم نحن نبلش نساعد حالنا للمجتمع العالم يبلش يساعدنا. في شغلتين, العالم كله نحن لازم نتحد كرمال نخلص اقتصادياتنا, لانه تعلمنا من وراء الأشهر اللي كانت وراء إنه ما فينا نحط حيطان ونتخبى وراها. وكل واحد جرب يقول أنا وحدي بدي حل, مبدئيا سقط وعم بيعاني اليوم كتير, وشعبه كتير عم بيعاني especially من الكوفيد 19. فرجينا هالإكزامبل. أما بخصوص لبنان, إذا بدك فوت into precise information تحديدا, العالم كله برا بحبنا, بس شادي اتس تايم تنوقف بطريقه بولد, بطريقه قويه, ونقول انه بدنا نبلش نساعد حالنا اول شيء, ونفرجي للعالم كله مين نحن تمام نضيع العالم يبلش يساعدنا, لان العالم بحبنا برا. مايكل كيف هذا الشيء بيتظهر من خلال عملك انت؟ يعني اذا بدنا نحكي خطوات فعليه, شو رح يصير؟ كيف رح تكون مساهم بهذا المخطط مع الأمم المتحدة؟ إذا بتتذكر أنه آخر مرة كنت عم حضر حالي مع الجامعات الأمريكان يونيفرسيتي أوف بيروت واللبنيز أمريكان يونيفرسيتي, مع جامعات برا, to cross 100 كيلومترز in the North Pole. كنت وقتها عم بحكي معك عن الساينس وعن التكنولوجيا, كنت عم حضر حالك لتروح على القطب الشمالي عالمية, كرمال أنه يا عالم بدنا ننتبه. We have to stand united, بدنا نوقف نحن كلنا متحدين, العالم بخطر, الخطب عم يدوب, وفي تلخبط بحياة الأرض. أوكي, اليوم من وراء كوفيد 19 لأنه تسكرت الدنيا وتسكرت كل المطارات, we postponed this initiative, وهلا my role is to work on the economic recovery, وعلى البرامج اللي بتشوفها الأمم المتحدة إنه أنا لازم أعمل advocation بالريجن. So إذا بدك هيدا إطار الشغل. رح يكون في قصص مهمة, بس أنا هلأ رسميا ما فيني أعلن عنها إلا ما تطلع, لأن شوي الحركة بطيئة. يعني بعد ما في خطوات خليني أقول ملموسة أو شيء عم يشتغل, بس ما فينا نحكي بتفاصيل. يعني رسميا رح يكون أول الناس إنه تأرجع أعلنه معك بأنذر توك شو, شيء بيتعلق عن الكوفيد 19 والريكفري بالمنطقة والناس اللي عم تعاني. لأنه رح أعطيك مثلين اليوم, ما فيني, وشي الأمين العام حدده بالضبط إنه اليوم في شريحة كتير كبيرة من العالم, خاصة الناس اللي عندهم احتياجات خاصة, عم تتأثر ديركت من الكوفيد 19 والايكونوميك الافترماث تبع الكوفيد 19. يعني اليوم عندك اكثر من مليار ونص شخص بالعالم مصيره الموت عم يتاثر من الكوفيد 19. يعني فيني بلش لك بلبنان, فيني بلش لك بسوريا, فيني بلش لك عن الاحتياجات. عندنا كارثه بدنا نواجهها, بس هذا الكارثه بدا ايمان طبعا. يعني ما فينا نقول نحن ما فينا نعرف, ما فينا نحن نقول انه شادي انا الوضع كذا,
we have to look forward وبالموجود جود بالموجود بدنا نشتغل شيء to move forward اكيد لحتى نقدر نطلع بهالاراده ونطلع من هالمحنه يلي عم نمر فيها اليوم. ولحتى نختم مايكل, امام كل هيدي التحديات, امام كل هيدي المسؤوليات, خليني اقول انت على صعيد الشخصي شو بيتغير فيك, كيف انت عم تتطور بان كان مسيرتك على صعيد الشخصي وان كان بعملك مع الامم المتحده, لانه كمان الواحد بينضج بيكبر بالفكر بيكبر بالرؤيه يلي عم يطلع لها. اليوم مايكل حداد كيف بينضج باطار كل هيدي التحديات وكل هيدا العمل؟ لك اليوم اكثر من اي نهار قبل بعرف انه لبنان كثير بيشبهني وبيشبهنا. لبنان عنده إعاقة, عنده إعاقة كبيرة, بس رغم كل الصعوبات ومثل ما تعودنا بالتاريخ بده يرجع يوقف على إجري وبده يكون سباق. ما بدنا ننسى شادي أنه لبنان من البلدان المؤسسين للأمم المتحدة, صحيح, من الناس اللي حطوا فكرة الأمم المتحدة اللي اشتغلوا عليها. بس أنا كشخص I will never give up على هويتي, لأنه هويتي بدنا نرفعها بقوة كتير وأكتر للعالم, تنقول للعالم برا أنه نحن اللبنانية هيدي هويتنا, لهون بدنا نروح فيها. عنا مشاكل بلبنان بس هيدي المشاكل ما رح تحدنا, ما فيكن تحطونا بخانة معينة, ما فيكن تقولوا انه نحن شعب منه مسابر ما بيطلع لقدام. رح نرجع لبنان اكثر من الاول, ورح نرجع نحطه على الخارطة الاعلامية. انا باعمالي وباعمال كل الشباب اللي هي عم تطلع لقدام, كلنا عنا العلم, كلنا عنا اليونيكنس والانوفيشن والكرياتيفيتي, وين ما عملناها حتى لو عملناها بلبنان بس كل العالم رح يطلع علينا شو رح نعمل. وانا بقول شادي بعرف انه نحن قصيرين على الوقت, انه اعمالنا اليوم رغم غل الصعوبات رح تكون محطة درس لغير ناس تطلع علينا شو عملنا, تخقزنا حالنا وقت نزلنا على الباتم اوف ذا لاين, ورح يتعلموا منا ان شاء الله, ومنذكر بعضنا شادي, ورح تتذكر انه انا قلت لك ان شاء الله. هك حال ما رح نختم الا ما كمان نشوف فيديو, مثل ما دائما بناخذ القوه من كلامك وبناخذ هيك البوزيتيفيتي والايجابيه, رح نشوف فيديو بياخذنا لهونيك. ومن بعد الفيديو بدي اطلب منك رساله للشباب اللبناني المحبط على كاميرتك. بنشوف الفيديو وبنرجع لمايكل بالاستوديو. Our food, the water that we drink, the air that we breathe comes from nature. Today, over 1 million species are on the verge of extinction. We are reaching the point of no return. Climate change and pollution is threatening us and our planet. Although we are facing the coronavirus pandemic, we cannot forget the threats as humans. We have to stand together to face such a threat. هذا هو مايكل حداد اللي عدم علمنا دايما إرادة الحياة بتقوى فوق أي شيء تاني. رح أترك الكلمة الأخيرة بهيدي اللقاء للبطل والملهم وسفير الإقليمي للأمم المتحدة من أجل العمل المناخي مايكل حداد, وأطلب منه رسالة هو بيختم فيها على كاميرتك مايكل, تتوجه للشباب اللبناني المحبط اليوم يلي فاقد الأمل يلي حاسس حاله ما عم يقدر يحقق وممنوع عليه أنه يحلم, شو بتقله؟ أنا بأول تجربة لقلي وقت قالوا لي ما فيك تمشي من الصدر ونازل, قلبت على الأرض فكرت العالم كله وقف لقدامي. ضليتني 3-4 سنين ترجعت وقفت مرة تانية رغم كل الصعوبات اللي نحن كلنا عم نعانيها, رغم كل الشلل اللي نحن عم نشوفه, بدنا نآمن بالقوة جواتنا اللي هي موجودة اللي هي أقوى من كل شيء, وفينا نحن أكيد نرجع نوقف على إجرينا. والحياة علمتنا وقت حطينا إيدينا بإيدين بعضنا رغم كل الصعوبات بعد ما وصلنا لتحت لتحت لتحت. خلينا نآمن بحالنا, خلينا نآمن ببعضنا, خلينا نضلنا ندفش هويتنا لقدام, لأن لبنان رح يرجع يوقف, نحن رح نرجع نوقف,
والعالم كله رح يتعلم من تجربتنا. أنا مايكل حداد، أنا لبناني بهيدا الشرق، أنا رح أمشي للعالم كله، رح أمشي معكم للعالم كله، وأنا أكيد لبنان الأخضر رح يرجع أقوى من مكان. Thank you شادي و thank you تلفزيون لبنان. حبيبي شرفت. مشاهدينا منتابع لقاءاتنا من الاستوديو. اليوم الحلقة أنا وياكم عم نتشارك بمواضيع متنوعة بتفاصيل كتيرة بتاخدنا للأشياء الحلوة حوالينا، للأشياء الإيجابية للبنان المثقف، إن كان بالموسيقى إن كان بالكتب إن كان بالمواضيع البيئية. وهيدا هو لبنان يلي بيشرفنا ويلي دايما منتطلع لقله. وكيف كمان إذا حكينا عن المسرح يلي هو نبض أساسي لقلب بيروت، وكيف إذا كان هالمسرح اسمه مترو المدينة لأنه هالقد هو مترو دايما منركب برحلاته لحتى تاخدنا لمشاوير ثقافية فنية إبداعية دايما منحبها ودايما منشتاق لها. والرجعة هلأ إلى رونقة كمان من بعد كورونا ومن بعد التباعد الاجتماعي، رجعنا لحتى نتعينق مع مترو المدينة. بصرنا استضيف معي لحتى نحكي عن هالعودة مرجان شتيلة باتصال مباشرة على الهواء. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني مترو المدينة يلي عودنا دايما على الحفلات، على لقاءات، على المسرح الحلو، على الأغاني، أدي اليوم مسرح المدينة يعني مترو المدينة صار جزء أساسي من بيروت ومن عملكم بإطار الثقافة المسرحية والمغنات. خلينا أقول طبعا تعرف انه نحن كل يوم عم نسيء من خبر سيء لخبر أسوأ، كانه عن جد بدهم ايانا ننسى انه في اشياء حلوه بالحياه، والحياه بس اكل وشرب، بغض النظر انه هيدي حتى عم بيحكمونا منها. حب نقول لهم انه في فن، في مسرح، في خيال، في موسيقى، وكلهم بيأثروا على نفسيه الناس، بيشيلوا شوي من الهم اللي عم بيتراكم يوم بعد يوم. مثل المدينة مثل ما بتعرف مؤسسه خاصه تملي 8 سنين بفضل كل شخص اجى وحضر عرض بالمسرح. بعتقد أقل شيء فينا نعمله خاصة بهيدا الوقت إنه نقدم لهم شيء هدية. صحيح. اليوم بس نحكي عن هتمان سنوات بإطار العمل الجميل جدا والمثقف والحلو وكمان المتنوع بكل الأرتست اللي شاركوا بكل الأمسيات بكل الليالي، أداة تطور جزء أساسي. واليوم كيف بتطلعوا كمان لحتى تكونوا أكثر وأكثر عم تقدموا الأفضل مثل دايما؟ دائما اكيد نحن بنجرب ان نكون هيدا المنبر الثقافي والترفيهي للناس ليفرشوا يغيروا جو، يحسوا انه في شيء حلو بعد بالبلد، في مسرح، في فن، في موسيقى، وهيك يعني. اليوم بس نحكي عن أجندة الحفلات والنشاطات، وخاصة هي يلي بتنطلق بثمان حفلات لحتى نرجع نكتشف هيدا الفرح، هيدا الخيال، هيدا الجمال. خبريني شوي أكثر عن هالأجندة. مزبوط. هي الفكرة انطلقت طبعا مثل ما بتعرف الوضع هلأ بلبنان، والعالم نصها صار بطلت بلا شغل، صارت بلا شغل يعني، وما في غير أخبار ما منيحة عم نسمعها في اليوم. حبينا أنه بعد هالثمان سنين نقدم هيدول العروض هدية لكل شخص إجا حضر عرض بالمترو، واللي ولا مرة حتى كمان إجا حضر عرض، بس هيك ليجوا يغيروا جو. ودايما يعني هن ثمان عروض بلشنا فيهم مبارح وبيكملوا لخمسة وعشرين الشهر. في منهم هالشيك بالشيك اللي صار له سبع سنين عم بينعرض، يلي هو نجم من نجوم يعني مترو المدينة. مزبوط. بينعرض تقريبا شي أربع مرات بالشهر، في بار فاروق، في أغاني سيرفيسات، في ديسكوتيك نانا، في ريلاكس أف أم، هيك مجموعة من إنتاجات المترو حلوين وكتير بيسلوا. وبنصح العالم يعني يجوا هيك يشوفوا، يلقوا نظرة، يغيروا جو، ويجيبوا أصحابهم، يجيبوا كل حدا يمكن يشوفوه إنه هيك تعبانة نفسيته وعباله يغير جو، ينزلوا يحضروا المسرح. بالنهاية كلنا بحاجة لهيدا لهيدي الفسحة من الفرح
والفن. طبعا وهذا فسحة أمل. إذا بدنا نحكي شوي عن الرزنامة بالتواريخ بتفاصيل أكثر، شو بتخبرينا عنها للأيام المقبلة؟ هلا مبدئيا قلت لك امبارح نحن بلشنا بسعف وقراب. اليوم في هشك بشك اللي صار له 7 سنين، بكره في اغاني سيرفيسات. تقريبا هذاك الشهر بلشنا باول عرض من بعد انقطاع فتره طويله. نعم. وبكره كمان حنرجع نكمل. في عنا كمان نرجع هشك بشك، في ريداكس اف ام، في بار فاروق، في ديسكوتك نانا، وفي هشك بشك كمان. يعني عم نجرب نحط كل شيء هيك. انتاجات مترو قطعت بهال 8 سنين وكانت ناجحه، حبوها العالم، وفي منهم يمكن ما قدروا يجي يحضروا هدول العروض، فحبينا انه هيك يجوا العالم يحضرون. واكيد اذا بعد في تفاصيل وهيك العالم فيها تحكي مترو المدينه اني تايم من الساعه 2 للساعه 9 يستفسروا اكثر، او يشوفوا على صفحه مترو المدينه على الفيسبوك او الانستغرام ويبعثوا لنا مسج. طبعا اكيد هالخطوه لحتى ترجع الناس تتشجع على فكرة العودة كمان من بعد هذا التباعد الاجتماعي، وأكيد كمان بمراعاة يعني التدابير الصحية يلي كمان فرضتهم وزارة الصحة، ويلي كل واحد عنده مسؤولية شخصية كمان تجاه الخيو الإنسان لحتى يكون كمان مسؤول، وأنتم راعيين كل هيدا المواضيع بهالرجعة. اليوم كل هالمحطات الفنية يلي حضرتك ذكرتيهم بالعودة وبالأمسيات هي محطات محفورة عند الناس، في ناس يمكن ما استنى لأنها تحضر بعد. اليوم قديه أي عمل جديد بده يكون ضمن إطار مترو المدينة؟ اليوم صار في ستاندرد معين، صار في معايير معينة، وصار في توقعات expectations عند الجمهور كمان، لأنه صار في هيدا الهوية كمان بمترو المدينة. يعني العروض هي يعني العالم اللي بيجوا بيحضروا بيعرفوا تقريبا كيف الجو بالمترو. هلا في عنا الكباري شوز اللي هن هشك بشك وبار فاروق وهول الهم نمط. في عروض ثانيه كمان بيجوا غير شوي، يعني مش كل شيء بيشبه شيء، بس انه في نفس العالم نفس الفنانين. في فنانين جداد، واكيد في غير هدول المسرحيات او العروض طبعا اللي هن من انتاج المترو، في قصص ثانيه مثل ستاند اب كوميدي وهيك. هلا هوليك منهم ضمن هدول 8 هدايا، بس الفكره فيهم انه فيهم كاتيجوري اللي هي انه تفعل ما بدك كمان للعالم اللي حابين انه ما يدفعوا سعر تيكت معين، فيهم يدفعوا قد ما بدهم قد ما هن قادرين، ولعله وعسى انه تجي العالم تشجع. هذا الهدف من هال8 حفلات، يعني التيكتس هن كل شخص بيدفع قد ما قدوره. مزبوط. خليني هدول اللي بلشنا فيها تقريبا اول ما بلش الانهيار. نعم. كنا حاطين على كل العروض قد ما بدك، وهلا في للعروض اللي هي مش من انتاج المترو، يعني خلال هيدي الفتره اللي نحن عم نقدم هول 8 عروض هديه، في عروض ثانيه لاشخاص هن حازين ليعملوا عروض بالمترو، هول عندهم الاوبشن انه يخلوا العالم يشتروا بطاقات محدده بيدفع قد ما بدك يعني. نعم، البطاقات اكيد موجوده بمترو المدينه، في تفاصيل اضافيه بمكتبه انطوان كمان، واكيد الحجز مسبقا ضروري لحتى يكون كل شيء منظم مثل العاده. مرجان بتحبي تضيفي شيء قبل ما نختم، او في شيء يمكن عم يتحضر معنا علم فيه شوي لقدام؟ خبريني. هلا طبعا دائما في شيء عم يتحضر، بس هلا ما فيني كثير احكي عنه للعروض، بس بحب ادعي العالم انه يجوا يحضروا يغيروا جو، وبالنهايه عن جد شو فيها الحياه اذا بس اكل وشرب؟ لازم كلنا هيك نرفه عن نفسنا، نسمع اخبار حلوه، نغير جو، وننزل على المسرح. صحيح، ونشوف عروض حلوه وموسيقى حلوه وجو حلو بمترو المدينه. أكيد. مرجان شتيلا شكرا لحضرتك، لكل الارتست يلي مشاركين بهال8 ليالي، لكل فريق العمل كمان بمترو المدينه يلي بتجننوا دائما، وان شاء الله بيرجع بريء المترو لاكثر من مكان من قبل. شكرا لحضرتك، اهلا وسهلا. شكرا لك كمان. يا هلا.
مشاهدينا لكن احجزوا مقعدكم وادفعوا قد ما فيكم بهالفتره بهالثمان ليالي المخصصه ضمن امسيه مترو المدينه لحتى كلنا نرجع نتشجع ندعم ثقافتنا المسرحيه ننزل ونكون حاضرين لحتى نقدر ننهض بهيدي الفتره. وأنا بالمباشر بكون وصلت لختام أحلى صباح، ولكن الفقرة الأخيرة رح تكون فقرة مسجلة مسبقا. كان إلي حظ حلو أن أكون أنا كمان مع شيف نادين أسيس لحتى تكون عم بتحضر من خلالها كاروت كيك. كان التحضير روعة كتير هين وسوبر طيب، فتابعونا بهالفقرة المسجلة مسبقا ويلي معها منكون عم نختم لقائنا لليوم ضمن أحلى صباح. الختام لكن بفقرة مسجلة مسبقا مع شيف نادين أسيس ومعي أنا، إلى اللقاء. مشاهدينا منتابع بصفحيتنا مع احلى شيف نادين أسيس. صباح الخير شيف. عشادي. يعني بالرغم من كل شيء قادرين نبقى عم نضحك وهيدي نعمه. مجبورين نضحك وهيدي نعمه عن جد، مجبورين نضحك والا ما بعرف. عم نضحك على البشاعه اللي عايشينها وعلى المآسي اللي عم نمر فيها كلنا. شيف، كاروت كيك رح نعمل اليوم، خبريني شو الانجريدينتس. مزبوط، انجريدينتس كثير هينين موجودين بكل بيت، ما في صعوبة أبداً. وكثير أشخاص بيستصعبوا أنه كيف بدي أعمل الكاروت وكيف بدي أحطهم وكيف بدهم يدوبوا وابا إلى آخره. الموضوع كثير بسيط وكثير هين وكثير طيب. هلأ نشوف عن جد أنه كثير طيب. وزيادة شادعة هيدا الشيء أنه الباز تبع الجاتو هو الجاتو العادي، يعني أنا في يكون عم بدل الكاروت بحيالة جو تاني، يعني ماني مضطرة أن يكون عم بحط كاروت. بس في شغلة بحب أقولها، أنه في حال كنا عم نضيف عصير الليمون يعني البرتقال لقله، ساعتها بتكون تنتبهوا لشغلة أنه تقللوا شوي البيكنج باودر لأنه بيتفاعل أكثر مع الأسيد اللي موجود بقلب البرتقال. بس بالنسبة للجزر لا، ما عنا مشكلة نهائيا، بتحطوه مثل ما المكونات عم قلكم إياهم. فأجل يلا نبلش نسجل. أول شيء نحن بحاجة لأربعة بيض كاملين. أوكي، صفار والبيض، يعني أربعة أربع بيض. بدنا نضيف لهم كوبين من السكر، بنحطهم على الخفاقة مع فانيل، برش حامض. بس ينخفقوا ويصير لونهم مايل على البياض، بدي اضيف لهم تدريجيا شوي شوي كوب من الزيت. وبليز مشو مثل ما عم قلكم، يعني كثير اشخاص بيسالوني ليش ما عم يطلع فلافي معنا الجاتو، او ليش عم بيعجن، او ليش ما عم يرفخ. هيدي التفاصيل هي هيدول التفاصيل بدنا نمشي فيهم. فاذا بنضيف الزيت شوي شوي لهم. هلا مع الفانيل وبرش الحامض، الاشخاص اللي ما عندهم مشكله مع الالكول بيقدروا يكونوا عم بيضيفوا نقطه رام، نقطه ويسكي لزنخه البيض، او فيهم يستغنوا عنها. بس ساعتها بدهم يزيدوا شوي الفانيل ويزيدوا شوي برش الحامض. نعم. لكن عم نضيف الزيت تدريجيا للبيض والسكر بس يبيضوا هون بسرعه هذا الموضوع. نرجع بهالوقت شادي اللي بدنا نعمله، هو بدنا نكون مقشرين الجزر ومغسلينه ومقطعينه. نعم. بورسيونات. انا بحاجه لهالكميه لثلاث جزرات كبار، او اذا بدنا نحكي كجراماج انا بحاجه ل 400 جرام من الجزر. بدهم يكونوا مقشرين مغسلين اكيد، مقطعين بورسيونات صغيره لسبب انه بيصير اهين على الماشين انه ينطحنوا. بدنا نطحنهم للجزر، رح بنشوف نحن انه الجزر ما بيكب مي كثير، ذاتس واي انا بحاجه اني اضيف له شوي صغيره من المي حتى يصير في عندي شيء جو اللي هو جو الكاروت اللي انا بدي اضيفه لهيدي الكميه. فاذا بدنا نضيف كوب وتقريبا وربع من عصير الجزر لهيدي الكميه، ثلاث ملاعق صغار بيكنج باودر، واوريدي نحن قلنا الفانيل، وبضل في عندي الطحين اللي هو كنايه عن ثلاث اكواب من الطحين. وبس تحطوا الطحين، ما بنضرب الطحين بقوه على الماشين، لما نحط الطحين او بتحطون بالماشين وبتصير تدوروها وتطفوها، تدوروها وتطفوها حتى ياخذوا بعضهم ماكسيموم لدقيقه واحده، او بايدي بالملعقه من تحت لفوق بصير قلب الطحينات حتى يشربوا البيض والمزيج تبع السكر. نبلش؟
الى العمل. يلا الى العمل. وفي كثير تفاصيل برجع بذكر المشاهدين والمشاهدات انه ينتبهوا على هيدي التفاصيل الصغيره يلي عم تقولها شيف، لانه هي الاساس بالكاروت كيك. مزبوط، يعني مش حيلا حطينا الانجريدينت حتى شادي بحيلا كيك، مش بس بالكاروت كيك، بحيلا كيك حتى يطلع معنا فلافي بدكم تمشوا بهيدول التفاصيل. فاذا رح ارجع عيد، 4 بيض منضيف لهم 2 كوب من السكر، والكوب نفسه اللي انا عم بعير فيه السكر، بعير فيه الزيت، بعير فيه الطحين الى اخره. منضيف لهم الفانيل. قد الكميه من الفانيل شيف؟ هون هلا اذا ماني مستعمله نوع من الالكول ساعتها بنحط نص ملعقه من الفانيل صغيره. اوكي. برش حامض ملعقه كبيره، ومنبلش بالخلط. بس قبل ما ندور الماشين خليني احط الجزر شادي كمان بهالوقت. لكينا 3 جزرات كبار مغسلين مقشرين مغسلين مقطعين، كمان بدنا نحطهم على الماشين لحتى نطحنه. هيك بنمشي الدرجة اون باراليل. مزبوط. هلا شادي مثل ما قلت لك الجزر ما بيعمل مي، فمش بدنا نضيف له مي شوية صغيرة من المي. الماء بصير تشم ريحة الجزر. خفت درجة شوي. لكن خلصنا من الجزر شيف بوقت اللي 4 بيضات عم نخفقهم مع 2 كوب من السكر ومع فانيل ومع برشة حامض. صح. هيدا الجزر ما بهزه واضح على الكاميرا. اوكي. اعطينا ملعقة شادي من عندك بس لحتى تجينا. يا حني كيف الجزر اللي نشربهم على البحر هيك بيجي تحس فيهم شوية برش وتحس بالجوف؟ نفس الشيء. هلا هول شايفينه نحن بورسيونات بالفرن حيذوبوا، يعني بقلب الكيك ما بقى حنشوفهم، حنشوفهم لون ما بقى رح نشوفهم حبة جزر أطلع. أو قشر قشر من الجزر. يلا هول جزر رح خليهم هلا على جنب. هلا بدنا نضيف الزيت. بنرجع بنذكر انه الزيت تدريجيا شيف مثل ما قلتي. اوكي. هلا الشادي ننطر مثل ما قلت حتى البيض والسكر يرتخوا ويبلشوا يبيضوا. بنضيف 2 كوب من الزيت. تدريجيا. عم بعمل مايونيز نفس السيستم. صحيح. هلا شو اللي بدنا نضيفه؟ بيكنج باودر. اكيد هون بنرجع نذكر اذا زدنا الجو دورانج لازم يكون شو؟ رح اقولها على صوت واطي على صوت هيدي على صوت. فاذا خليني ارجع اذكر، حطينا 4 بيض، خفقنا معهم 2 كوب من السكر، برش حامض وفانيل، بس ننطر حتى البيض يبلش يرفخ ويبيض هو والسكر، ساعتها بنضيف لهم 2 كوب من الزيت تدريجيا هي والماشين دايره. هلا اللي بدي اضيفه هو 3 ملاعق صغار بيكنج باودر. في حال شادي سالني سؤال، في حال كنتوا عم تستعملوا الجو دورانج بدل الجو تبع الكاروت، ساعتها بدل ما تضيفوا 3 ملاعق صغار من البيكنج باودر بتضيفوا 2 ملاعق صغار من البيكنج باودر، لانه العصير الاورانج فيه بقلبه اسيد والبيكنج باودر بيتفاعل اكثر مع الاسيد. Amazing. هلا بدنا نضيف الجزر. هلا هول كميه الجزر مع الجو، إذا عم نحكي عن 2 كوب، يعني عم نحكي عن
ست ملاعق او سبع ملاعق كبار من الجو تبع الجزر، او فينا نعيرهم بالكبايه اللي نحن اوريدي عم نشتغل فيها. كل المقادير، يعني اذا بنرتاح اكثر نفسيا مثل ما بيقولوا، اذا عم نعير احسن واحسن. اكيد بدنا نفكر كل المشاهدين شاف انه فيهم يتابعوا تفاصيل هيدا سيجمنت على الفيسبوك بيج، ورجعوا يشوفوا كمان كل ديتيل ستيب باي ستيب معك شاف، واكيد كل اللقاءات اللي عم نرجع نشوفها على البيج، واكيد على teleliban.com.lb. فينا نعمل ضجه هلا قبل ما اعمل الضجه بدي اضيف لطحين، بس الطحين هن ثلاث اكواب من الطحين بدي اضيفهم هلا. رح اضيف اول كوب ونص، ومثل ما قلت لكم او بايدكم بالملعقه من تحت لفوق او بدور الماشين وبطفيها لحتى ياخذوا بعضهم. اذا حسيتوا على المزيج شوي شديد، الجو تبع الكاروت يعني اللي بقي عندنا بقلب الماشين ساعتها بنضيف، بنرجع بنضيف. اخذوا بعضهم، هلا بنضيف الكوب ونص الباقيين. لون المزيج اللي رح يطلع عندي رح يكون لون روزي، يعني ميل شوي على الصومو. وبالخبز كمان رح بتحسوا انه الكيك اخذ لون اشقر زياده عن اللزوم، هو بسبب الكاروت اللي موجود بقلب الكيك. شفنا احنا الكاروت كيك اللي عم نعمله هو ناشف يلي ما معه كريم اليوم، لانه كمان في فينا نعمل كاروت كيك يكون معه كريم. هو هيدا شادي ايه مزبوط، اللي انا عملته اليوم هو الكيك الناشف، بس الفكره منه شو؟ انه انت لما تذوقه هو كثير جوسي. صحيح. يعني لانه كميه الجزر بقلبه، هيدا اللي حطيتها انا شفتها انه ملعقه جزر مبروش بقلبه رح تذوب. فمش بحاجه للاكسترا كالوريز ولل مزبوط. وزياده للأيسنج. على وجهه هلا بنفرجيهم المشاهدين انه انا شو عامله، على وجهه بقدر كون عم بدهنه بالمربى، في يكون عم بعمل عامله انا سيرو جزر، يعني كيف انا طحنت الجزر هلا هون، هن زيتهم بحطهم بقلب الطنجره، بحط معهم سكر وبنطر السكر حتى يدوب، بصير في عندي نوع من المربى تبع الجزر. صح. بدهن الوجه، بشوي لوز وبرش اللوز على وجهه، وبقلبه بكون حاطه زبيب، وهلا رح نحط زبيب. فنحن عم نجرب قد ما فينا نعطي ريسيتات يقدروا يحضروها بقلب البيت وما يكون فيها كثير تفلسفه، اكيد ما تكون معقده وفيها بادجت كمان. مزبوط. لكن حطينا الثلاث اكواب طحين تدريجيا شاف مثل ما قلتي، مزبوط، او بالملعقه من تحت لفوق، او هيك ندور ونطفي. مزبوط. حتى ياخذوا بعضهم. يلا، وهيدا المزيج تبع الكيك صار جاهز، بس كمان رح جيب الملعقة. شايف رح نضيف الزبيب عندك او بس وي. نحط اوكي هلا رح ضيفه هون حتى تخلطيهم مع بعض، حتى نخلط بس الدوائر اذا في بعد طحين على الدوائر، بس صفا كله منيح. خليني شادي بس شيل هولي اكيد، او خلص هلا بنحط صحن تحت. يلا ثانك يو. هلا كله رايح على الجلي يعني، بس انا اكيد هلا الزبيب، بالنسبه للزبيب ما حطيت لهم طحين لسبب انه انا بدي اياهم يرقدوا بكعبه، لانه بدي ارجع اقلبه بدي يبين الزبيب بكعب الكيك وارجع احط اللوز، سو بدي القلوبات يبينوا على الوجه. ان كيس بدنا الزبيب يتوزع بقلب الكيك كله سوا، بنرش طحين هيك بنخليهم ياخذوا طحين مزبوط مزبوط، ونرجع بنحطهم بقلب المسج. اوكي يلا، يعني هلا شو رح نعمل دغري؟ لانه بدي اياهم يرقدوا بالكعب. اوكي ضيعتني، حسيت انه لازم اعمل شيء. لا. هلا بالنسبه للصينيه اللي نحن بدنا نستعملها او بدنا نخبز فيها الكيك، او بتحطه بقلبها بكعبه بابيي بور، او بتحطه زيت وبترشه طحين، وساعتها الزيت والطحين كافيين انه ما يخلوا الكيك يلزق. بشهر. شفت اللون؟ هيدا اللون اللي عم اقول لك عنه. تقريبا صومو. صومو، صحيح. وهول البرش الكاروت اللي عم بتشوفهم شادي هيك صغار بعضهم مبينين، هول كلهم حيذوبوا. صح. على الحراره.
بالنسبه للحراره تبع الكيك ما نكون نحن محاميين الفرن على قد ايه؟ على ال 180 هلا اوريدي نحن محاميينه، صينيه بنص الفرن و يعني صينيه بنص الفرن والنار من تحت وبس، بليز انتبهوا لهيدا الموضوع، كثير اشخاص عندهم فرن كهرباء وهيدا الشيء اكتشفته امبارح، انا بفكروا انه اذا عندي فرن كهرباء وبيدور من تحت ومن فوق بحط فيه شو ما كان وبخبز نار من تحت ومن فوق، لا بليز نحن مش عم نعمل معمول، لانه عاده المعمول والمعجنات هن اللي فيه يدور لهم من تحت ومن فوق. انا سالونا عن المعمول شقتي فمشان هيك كل شيء كيك كل شيء صفوف كل شيء فيه بيكنج باودر فيه اشياء وخاصه البيض النار بدها تكون بس من تحت والصينيه بنص الفرن حتى ترفخ مزبوط بس يرفخ على الاخر وتتاكدوا بالكردان او تتاكدوا بالشوكه انه ما بقى في شيء عم يطلع على الكردان او على الشوكه ساعتها اذا بده تشقير الوجه بتطفوا النار من تحت وبتدوروا له من فوق بس حتى يشقر بس بليز ضروري جدا تنتبهوا الصينيه بنص الفرن والنار من تحت يلا هلا دخلوا على الفرن قد ايه بده وقت تقريبا شاف بالفرن بين 40 وال 45 دقيقه لسبب انه الكاروت حيكون عم بيكب الجو تبعوله رح نحسه رخو زياده عن اللزوم هلا بين 40 و45 دقيقه اذا بهيدا القالب بليز هون بسرعه هي الموضوع يعني ست البيت اللي عم تفلشوا بصينيه ريكتانجل كبيره كل ما كان فلات كل ما اخذ وقت اقل أوكي. كل ما كانت الصينيه مضبوبه على بعضها مضبوبه على بعضها اكثر كل ما صار بده وقت اكثر فمشان هيك الوقت بيتراوح ما بين اذا الصينيه كبيرة وفلات بيتراوح ما بين ال 35 دقيقة لل 45 دقيقة ماكسيموم 50 دقيقة، اوكي على حرارة 180 ولأنه أنت سوبر شيف دائما بتكوني محضرتي لنا البرودوي فينال بدنا ندوقكم بدنا أكيد بدنا ندوق هلا رح ندوق ما رح نضاين هلا هيدا اللي كنت عم أقوله شادي أنا إنه عملت مربى اوكي حتى هلا اذا ما بدهم يعملوا مربى الجزر بيقدروا يكونوا عم بيحطوا حيلا نوع من المربى، اللون اذا بتلاحظ شادي على الكاميرا بتحسه غامق شوي بس هو لايف منه هالقد غامق بس اغمق من الكيك العادي لسبب انه الكاروت هو اصلا عم يعطي لون اغمق، يعني حتى لما نقصه اللون عم بيكون ضارب صفار على سمار بشهي على كل حال وعلى الوجه حطيت اكيد شوية لوز، اللوز المبروش الناعم وحطيته على وجهه وبقلبه اكيد في الزبيب. سوبر يامي بشهي في تاخد صبح مع كوفي مع نسكافيه بعد الظهر عصرونية للولاد وكمان الولاد هلا لانه بالبيت بينبسطوا يحضروا مع امهم كمان مع ستهم مع بيهم بينبسطوا بيتسلوا انا شغلي عن جد على طول هلا خاصه كثير عم شدد عليها جربوا قد ما فيكم تعملوا الولاد اشياء انتم عاملينها بالبيت اكيد يعني عن جد لانه اصلا شاف ما بقى حدا معه يشتري مصون يعني بغض النظر ان وصيتينا وان ما وصيتينا هذا الموضوع هلا يعني تلقائي خليني ما بعرف اذا شيء بوزيتيف او شيء نيجاتيف يعني خلينا ناخذ بوزيتيف خلينا ناخذ الاجابه منه ايه؟ انه عم ناكل صحي ونعرف شو عم اوكي ناكل اوكي بس مش غلط اذا تحسن الوضع بيتحسن وبنصير ناكل اشياء طيبه برا ان شاء الله يا رب خير دائما بنتامل خير شيف نادين اسيس ثانك يو لك على اطيب كارت كيك حضرناه اليوم وسيو اكيد نكست تايم